سلام الله عليكم، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل البلاد الإسلامية. أهلا وسهلا بكم جميعا يا إخوان، هذه تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري التي سيخوضها أمام موزمبيق. راح نشاهدها معكم ونقرأها معكم. ماندريا في حراسة المرمى، عطال، أيت نوري، ماندي بالسبعيني، يعني كما قلنا كما توقعنا، بن طالب في جولي، الشايبي، محرز، أمين غويري، وإسلام سليماني. مثلما تشاهدون هذه تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري، أعيدها مرة أخرى، في الهجوم إسلام سليماني، غويري، محرز، شايبي في جولي، بن طالب، بن سبعيني، ماندي، أيت نوري، عطال، ماندريا. أعطونا رأيكم بتشكيلة المنتخب الوطني الجزائري وتوقعكم بهذه النتيجة، خاصة أن المباراة ستلعب الآن على الساعة 2 بتوقيت الجزائر في أدغال إفريقيا. الأرض أرضي، ستري وعرضي، سأصلي فرضي في الأقصى، للقدس أمضي، لن يهدى غيظي، سأعيد روضي والأقصى. يا معتدي اسمع، قد جاك المصرع، جيناك لن نرجع، لن نرجع بلا أقصى. من خطونا افزع، لن نكسر، لن نركع، لن نهزم، لن نخضع، لن نخضع، فلنا الأقصى. ستري وعرضي، سأصلي فرضي في الأقصى،